مرحبا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة وصدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة المدى ومقال للكاتب علي حسين الذي تساءل لماذا يريد البعض من الإعلام أن يبقى أسيرا للروايات الرسمية ويتحول إلى مجرد طنطنات فارغة ومملة حيث لا مكان للحقائق والأرقام والأحداث. المطلوب تكريس الافتقار للمعلومة وجهل مقيم وخديعة مستمرة للناس. بعد عقود اكتشف الغرب من رصيد الحروب ومآسيها أن زمن الابتزاز والسقوط وشراء الذمم قد ولى، وأدركت الجمهوريات الحديثة أنه لم يعد مسموحاً أن يرفع الإعلام شعار جوبلز الشهير: اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. هل المطلوب من الإعلام أن يقدم أنصاف الحقائق ويسمح للشائعة أن تكون بديلاً عن الخبر اليقين؟ هنالك طريق واحد للإعلام الصحيح والشجاعة للاستمرار في إغراق الناس بوحل الأكاذيب. فصول معارك بعض السياسيين مع الإعلام لا تزال متواصلة حين يطلب من الإعلامي أن يخفي نصف الحقائق حتى لا يتعرض إلى مساءلة القانون ولا يتعرض المصدر لغضب أصحاب القرار. اليوم لا يستطيع الصحفي مهما علت درجاته أن يدخل قاعة اجتماعات مجلس النواب أو إحدى غرف اجتماعات الكتل السياسية، وأقصى ما يحصل عليه الصحفي بيان أو تصريح مقتضب يقول: اجتمعت الكتلة الفلانية وطرحت المسألة الفلانية وحضرها المسؤول المختص وكان الله عالما بالأسرار. والسبيل الوحيد إلى أن يتصل الصحفي بأحد المسؤولين هو أن يسترضي مكتبه الإعلامي ويحلف أغلظ الأيمان بأنه لن يحرج السيد المسؤول بأسئلة مشاغبة. هذه الأمثلة تكفي لكي نسأل بعدها: أليست المسافة واسعة جداً بين الإعلام ومؤسسات الدولة؟ يدرك العراقيون جيداً أن الحرب الدائرة اليوم هي حرب السياسيين أنفسهم، وأنهم وحدهم يريدون أن يحولوا البلاد مسلخاً تعرض فيه الجثث ومختبراً لخطبهم وسرقاتهم وحروبهم الطائفية، مسلحين بالمال وبخطاب مقيت يحرض على حرق البلاد، فيما يواصلون إلقاء المسؤولية على الإعلام. لماذا يتوهم ساستنا أنهم حراس هذا الوطن والساهرون على أمنه واستقراره وأنهم أعمدة الخيمة العراقية؟ ومن ثم تصبح مناقشتهم والاعتراض على ألاعيبهم ونزقهم نوعاً من التجديف، ومعارضتهم نوعاً من الخيانة الوطنية، والمطالبة بالإصلاح السياسي وتقديم الخدمات ومحاسبة الفاسدين أقرب إلى الزندقة والكفر وتخريب الأوطان. أظهرت التسريبات الأخيرة التي كشفت عن حجم الجرائم السياسية والطائفية التي تورط بها رئيس وزراء حكومة بغداد الأسبق نور المالكي وردود مقتدى الصدر عليها، أظهرت عمق الأزمة والخلافات التي تجتاح العملية السياسية وأدواتها في العراق. وكانت مصادر الصحافة والعديد من وسائل الإعلام فضلاً عن تدوينات الناشطين قد تداولت مقاطع صوتية تتضمن تسريبات لحديث أدلى به نور المالكي في أثناء اجتماع خاص لم يحدد تاريخه على وجه الدقة، يهدد فيه جزء منه يهدد بتصعيد المشهد السياسي في العراق ليصل إلى القتال مع شركائه في العملية السياسية، ولا سيما مقتدى الصدر بعد أزمة نتائج الانتخابات. ساق المالكي جملة من الأوصاف تجاه الصدر معترفاً بأنه وتياره لصوص وجبناء، وقد سبق له استهدافهم بعمليات عسكرية حينما كان رئيساً للوزراء قبل أكثر من عقد، مهدداً إياهم بإعادة المشهد ذاته، علاوة على حديثه بنمط طائفي معهود عنه مسبقاً عن المكون السني في العراق بوصفه عدواً، مستغلاً التخبط الذي يمارسه السياسيون المحسوبون عليه. وأقر نوري المالكي بأن شريكه مقتدى الصدر وكلاهما يدين بالولاء لإيران
تورط بجرائم قتل وتغييب في بغداد وعدد من المحافظات، وذلك على مدار السنوات الماضية عن عمر النظام السياسي في العراق ضمن مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المزدوج. وفي سياق انتقاد المالكي حكومة بغداد الحالية بزعامة مصطفى الكاظمي، جدد تهديده بأن المرحلة المقبلة ستشهد قتالاً ومواجهات، وأن عدم أهلية أجهزة الجيش والشرطة الحالية يدفعه إلى الاستعانة بالميليشيات لفرض إرادته على الواقع السياسي والأمني في البلاد، مدعياً أن هدفه من ذلك إسقاط ما أسماها توجهات الصدر والحلبوسي ومسعود البرزاني، وهم من أبرز شركائه الذين تحالفوا معه سابقاً واختلفوا مؤخراً بعد الانتخابات الأخيرة. ورداً على ما جاء في التسريبات الصوتية، اتهم مقتدى الصدر حزب الدعوة وزعيمه نور المالكي بمحاولة قتله، واعترف الصدر في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام المحلية بأن المالكي يقود فتنة وأن عليه اعتزال العمل السياسي، لأن وصوله إلى السلطة مرة أخرى سيكون خراباً ودماراً للعراق. كتبت المعلقة في مجلة نيويوركر روبن رايت مقالاً قالت فيه إن الرئيس جو بايدن نقل المعركة في الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة، مضيفة أنه عندما دخل البيت الأبيض قبل 18 شهراً كان ينوي تخليص الولايات المتحدة من مستنقع حروب على مدى عقدين، حتى لو كان ذلك يعني التخلي فجأة عن الحلفاء وترك الآلاف من أسر الجنود الذين قتلوا في تلك الحروب من دون ما يسوغ خسارتهم. لكنه في هذا الأسبوع أعلن في أول رحلة رئاسية له إلى الشرق الأوسط أن بلاده مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية مرة أخرى، هذه المرة ضد إيران، وأنه وضع الأساس لتحالف من الخصوم القدامى بما في ذلك إسرائيل والدول العربية الرئيسة للمساعدة. لقد رسم بايدن خطوط معركة جديدة على وفق الصحيفة. تقدر الأمم المتحدة أن إيران قد تكون على بعد أيام فقط من تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لتزويد قنبلة، على الرغم من أن هناك حاجة إلى خطوات أخرى تستغرق وقتاً طويلاً لبناء سلاح وتزويده بنظام توصيل للهدف. رحلة بايدن أخذت السياسة الأمريكية والشرق الأوسط في اتجاه أكثر خطورة بكثير، كلاهما الآن على منحدر زلق، وحذر من أن الحرب مع إيران ستكون أكبر بثلاث أو أربع مرات وأكثر فتكاً من الحرب مع العراق، بشكل سيجعل كل شيء آخر قمنا به في الشرق الأوسط يبدو وكأنه حفلة روضة أطفال. ورأت الكاتبة أن زيارة بايدن التي استمرت 4 أيام سلطت الضوء على إخفاقات سياسة بايدن في الشرق الأوسط، خاصة بعد جولته الأوروبية الناجحة الشهر الماضي لتوسيع الناتو وتعبئة الغرب ضد بوتين. ولم تحرز الولايات المتحدة التي لطالما اعتبرت الوسيطة الأكثر قدرة في الشرق الأوسط، لم تحرز تقدماً يذكر في إعادة العلاقات مع الفلسطينيين التي انهارت تحت حكم ترامب. تعتقد الكاتبة أن دافع بايدن لهذه الرحلة كان جزئياً الضغط على الدول الغنية بالنفط للتخفيف من أزمة الطاقة العالمية وخفض الأسعار. وفي جدة التقى الرئيس بقادة دول الخليج الست والعراق الذين يضخون معاً ملايين البراميل من النفط يومياً، بالإضافة إلى الأردن ومصر. لقد تغيرت الأهداف والتحالفات ونقاط الاشتعال وخطوط المعركة. تحت عنوان من الخليج جو بايدن يغادر خالي الوفاض، ذكر الصحيفة لو فيغارو الفرنسية أن الرئيس الأمريكي لم يحصل على شيء في أثناء قمة جدة السعودية الإقليمية، مضيفة أنه نتيجة جولته الشرق الأوسطية هذه تبدو هزيلة للغاية، لا شيء عن الطاقة، لا شيء بشأن التقارب بين السعودية وإسرائيل أو بشأن هيكل أمني إقليمي جديد ضد إيران. وذكرت لو فيغارو أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زعم في أثناء ختام قمة جدة الإقليمية عدم علمه بالمناقشات عن إقامة تحالف دفاعي بين دول الخليج وإسرائيل، وقلل رئيس الدبلوماسية السعودية من أهمية قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى آسيا. أوضحت لو فيغارو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
رغم قلقهما حيال التدخل المزعزع للاستقرار من جارتهما إيران، فإنهما ليستا مستعدتين للدخول في تحالف عسكري ضد طهران، وهذا ينطبق بشكل أكبر على قطر والكويت اللتين تحافظان على علاقات ودية مع إيران وتتمسكان بشدة بالقضية الفلسطينية. وتابعت الصحيفة الفرنسية القول إنه إذا كانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تخشيان الطائرات الإيرانية بدون طيار والصواريخ التي سبق وأن ضربتهما بالفعل ولا تعارضان التعاون الثنائي مع الدولة اليهودية في هذا المجال، إلا أن أبو ظبي والرياض لا يريدان إعطاء الانطباع بتبني موقف مناهض لإيران، وما تزال إمارة دبي تقيم علاقات تجارية مهمة مع الجار الإيراني. واعتبرت لوفيغاغو أن الشرق الأوسط الجديد الذي أعلن عنه بشكل متسرع بعض الشيء مع اتفاقات إبراهام بين إسرائيل وأربع دول عربية يواجه صعوبات من أجل التوسع، علاوة عن المغرب والإمارات والبحرين الصغيرة والسودان البعيد، كما تريد الولايات المتحدة. فيما يتعلق بالطاقة تقول لوفيغاغو: غادر جو بايدن خالي الوفاض إذ لم توافق السعودية على طلبه برفع مستوى إنتاجها النفطي لوقف ارتفاع الأسعار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. نشر صحيفة الجارديان مقال رأي جاء فيه أن هناك حقيقة مخيفة عن ازدياد معدلات الحرارة في أوروبا ولا سيما بريطانيا التي تصل فيها هذه الأيام درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وهو أعلى قياس مسجل في تاريخ هذا البلد، مما دفع السلطات إلى رفع درجة الخطر إلى الأحمر في معظم مدن إنجلترا والمقاطعات الأخرى وإلى الأصفر في معظم أنحاء البلاد. وقال أيضا: لا توجد طريقة للهروب، فمناخ بريطانيا الذي كان معتدلا يتداعى الآن، نحن بالتأكيد نسير على طريق تحول بريطانيا إلى حمام ساخن. مناخ بريطانيا يتداعى وستتحول إلى حمام ساخن. قال: إن تحذير مركز الأرصاد الجوية هو أول تحذير أحمر خطر لإنجلترا، وهناك مخاطر من أن تؤثر الأجواء الحارة والقاسية على قدرة الإسعاف للرد على المتأثرين بالجو وضربات الشمس الواجب نقلها إلى غرف الطوارئ في المستشفيات، وهناك احتمال لحصول وفيات. ويقول الأكاديمي: هذه هي البداية، فعندما يصبح أطفالنا في عمرنا فسيحنون للجو اللطيف البارد كما في عام 2022، لأن درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية لن تكون شيئاً غريباً للكتابة عنها. والحقيقة القاسية هي أن تجاهل كل الانكسارات في المناخ والتي ستنتشر في كل مكان لن يكون ممكناً من الناحية العملية، وحتى لو تم الالتزام بكل الوعود والتعهدات التي قدمت في قمة المناخ 26 بجلاسكو، فسنكون محظوظين لو ظللنا في مرحلة ارتفاع معدلات الحرارة بدرجتين. ولو تم اجتياز نقطة الانكسار وبدأت المعدلات بالارتفاع، فإن الأرقام ستكون أعلى، ومن هنا فقد أصبحت بريطانيا الحمام الساخن حقيقة. وكلما واجهنا هذه الحقيقة كان من الأحسن، ويجب أن أكون واضحاً، فكلامي ليس لإثارة القلق ولا ما يقوله منكرو التغيرات المناخية إباحية المناخ، بل هو تقرير للأمور كما هي. نبقى في مقال صحيفة الجارديان نفسه بشأن زيادة درجات الحرارة في أوروبا، إذ أضاف المقال أنه في العقود المقبلة ستكون مواسم الصيف حارة وستطول مدتها وستتفوق على بقية الفصول وتقصر موسم الشتاء الذي يستمر أشهرا تتخلله عواصف الضارة والفيضانات المدمرة. أضاف المقال أن البيوت المعزولة بشكل سيء لن توفر إلا راحة قليلة، وستتحول إلى مصائد حرارية تجعل من العيش فيها أمرا صعبا. سيصبح نصب الخيام في حديقة البيت أو الحدائق العامة أمرا اعتياديا، لأن الليالي الحارة تجعل من الصعوبة بمكان النوم داخل البيوت. بالنتيجة سيهرب السكان من المدن لتجنب حر الجزيرة، وهو ما سيحولها إلى حمامات بخار ساونا لا تطاق. ومع تحول الهجرة إلى الشمال والتلال كما هو متوقع،
فستكون الظروف الباردة هي النقطة المتميزة في بيع العقارات. إلا أن تحول بريطانيا إلى حمام ساخن ليست عن حرارة الصيف التي لا تطاق، فالتقدم في الانكسارات المناخية سيؤثر على كل واحد، وستدخل نفسها في كل مظاهر الحياة، من النقل إلى الطاقة التي ستخضع لهجوم الطقس القاسي بشكل يجعل من الرحلة العادية والروتينية أمراً إشكالياً، وانقطاع التيار الكهربائي أمراً يومياً. وستعاني الصحة الوطنية، وسيواجه عشرات الآلاف من الناس الضعاف والمعرضين للخطر من مشاكل زيادة معدلات الحرارة والرطوبة. ستنتشر حالات تسمم الطعام وتلوث المياه. ستجد الأوبئة التي تتوطن في المناطق الحارة مثل الملاريا وحمى الضنك موطئ قدم لها. ومن المتوقع زيادة الإصابات النفسية نظراً لتحول ظروف الحياة إلى وضع يائس للكثيرين. فستظهر التوترات على الأفراد والعائلات، وستلتقي مجموعة من العوامل المكونة من التصحر والأمطار الغزيرة والعواصف الهائجة والفيضانات والأوبئة التي تزدهر في الأماكن الحارة، ويظهر أثرها على المحاصيل الزراعية. وتعني حروب المناخ أن وصول الإمدادات من الخارج أمراً غير يقيني، وقد شاهدنا ارتفاع الأسعار والفجوات في المتاجر نتيجة للحرب في أوكرانيا. وسيحمل الانهيار المناخي ظروفاً أسوأ، وتتوقع دراسة أن عام 2050 هو العام الذي يحتاج فيه العالم إلى مزيد من الطعام، وستنخفض المحاصيل بنسبة 30%. عبر البحر المتوسط من أوروبا اشتعلت حرائق غابات في المغرب على مساحة تتجاوز 20 كيلومتراً في مناطق العرائش ووزان وتازة وتطوان في شمالي البلاد، أسفرت عن قتل شخص واحد في الأقل. قد أخلت السلطات هناك أكثر من 1000 شخص من قراهم، وأسهمت طائرات محملة بالمياه في إخماد معظم الحرائق، لكن رجال الأطفاء واصلوا مكافحة الحرائق في 3 مناطق قرب العرائش. مشاهدينا الكرام، إلى مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.